ريحة الدوار. اليوم 12 عام دازت في رمشة عين، شحال زرنا من قبيلة، شحال من دوار، شحال دقال من كلام رزين، شحال زرنا من خيمة، شحال دخلنا من دار، كلام جارح كلام معقول، حديث حلو وشحال بنين، فيه الحكمة فيه المتول، كلام قالوه الناس الأولين، شل حكايات سمعناها فيها معاني فيها أسرار، قالوها الكبار وسجناها، بقات مخلدة بحال الآثار، اتكلم الفلاح وهدر الكساب، ناس القبيلة شحال عزاز، غوت السارح نبحو الكلاب، هرمت الحمار وهربوا المعاز، ناس البادية ناس بساط، سمعهم في ريحة الدوار، ناس القجمة والنشاط، ناس كرام الله يعمرها دار. الكيل يا شيخك شحال كان عندهم من مرأة؟ الأولى أم الدراري ماتت، خاض عليها وحده قولها بنت المعطي، خاض عليها وحده قولوا لها ذيك من هكو جيت ولاد عفيف زيدي، ما تسمت هي، مشى سيدي مسعود يزور جا معمره زيدي، مشى مولاي ابراهيم جا معمره زيدي، وراني عقل انا، مشى سيدي مسعود ما جاش معمره، جا مع المراه وي في النجاسه بحلال فيما هو السيد اللي مشى يجي من المراه وي انا غلط الهني وقت هي فيمشى؟ مش الهني وجا مره الهني وات هنا الوقت وجا مره وي ماتت زيدي، ماتت عاد طلقوا مات زيدي، مشى المولاي ابراهيم جا مره شيخينا زيدي، مشى هذوك يقولوا لهم كاع ولاد عفيف والبيض، مشى هذو ولاد النهار، مشى ولاد البيض، لا هما قالوا لهم دوار البيض، دوار البيض هي جاب منها ثاني جاب منها مره بيضة اي خاصة علمها، ها الاخرى ليها معايا انا باش تبقى صادقة معانا، قول لها الكبيرة غنتفصلي بقات تنات وقعد ما تسقى، شحال كانت عندهم المراه الوالده؟ قلت لك 30 مره بالقله، 30 مره ومقف عدو في خطره ولا لا؟ لا كل مره يجيب لا كل مره خدت لها تعدوا المراه اللي تين صيفطه 30 مره، 30 مره وليدي 30 مره معاودي انا راجلي نيت ودري هذا، وقبل 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 من يجوا ولادك اكثر بزاف تاع العيالات اي سيد كان يبارك ويجوا لا لا باس عليه، كان دومالي دومالي ولي جاسد بحلال فينا الشريف، واش كتعرف هاد السيد زعكور؟ قالوا لي من الناس الكبار ديال ولاد المسناوي، اييه تا هو معروف في الشقه، معروف في الشقه تا هو، وكان شريف وكان يعني كان يحشموا منه الناس، وكان يحيي صلة الرحيم مع الناس، ناس راجل خير اي، وكان يصلح الناس، ومسكين مشى عند بنتو باش يشوفها في مراكش، مراكش مراكش زيد هو ولدو، والساعة فين جاو جات الحملة داته هو وولدو حفظ الله. كيفاش جات الحملة؟ جات الحملة ديال الشتاء، صبت الشتاء، شوف وهود واحد اي وهود واحد الواد تيقولوا لي زور 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 سيدي عبد السلام بوحمرية، هذاك هو اللي دزعكور، هو اللي دزعكور، وين ولدو علاش كيفاش دارت كيدار تفلت؟ ولدو ما شافش الواد يمتى جا، طلع فوق واحد الشجرة، طلع ملي شدوا الواد طلع فوق الشجرة، شداه بقى في الشجرة حتى محتزق الواد، وباه داه الواد زاد به قتلو. قلت لي قال الواد المشهور هو اللي دا زعكور، الواد المشهور هو اللي دا زعكور. الشريفية كنسمعوا واحد الراجل كبير بعد كنهضروا على ولاد المسناوي ولا الشقة، في ولاد بوزيري كنهضروا كنجبدوا واحد الراجل كبير سميتو زعكور، بويا ها الوالد ديالي انا، هذاك هذاك بوك بويا، ويني قالوا لي مسكين داه الواد، لا جات واحد هو كان غير عاد خفر مراكش زيدي، وملي مشي عاد اختي بويا عاد جوج ماطر، واحد موطور خسر ليه، غادي عاد اختي تجيب الفلوس باش كي كان يسمع تما يجيب الفلوس من مراكش، عقدت ليه هنايا 40,000 حزمتها بيه، حزمتها بيه هو وخويا، جات واحد الرعدة مع الله سيدي ربي جاك من عند ما في هنا، وقال جاي في هذيك الماشينة تاع عشية جاي هو وخويا زور عان عليه، شنو زوار؟ زوار زايد واد 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 دايز عليه، عمل لعب عليه خويا شد الشجرة وهو داه زوار، ما حبسوه تحسات واحد سدرة كبيرة، اسمك الله الوالدة حاجة حليمة، حاجة حليمة بنت زعكور، بنت زعكور هي بن حمد وجيلالي، ولد حمد بن جيلالي، بن زعكور بن حمد بن جيلالي، ولد حمد اي زعكور ولد حمد بن جيلالي، بن جيلالي اي، انت من الشقة؟ انا من الشقة. على سمو زعكور انا كان هو سارح مع قرانو، هو بويا مسكين عاود لينا سارح مع قرانو، كاين واحد جنان في ولاد
رحانا سارحين الغلام وسارحين المعسة. قال لي قاطعين المشرع. قاطعين المشرع كل شيء بنزازة هالجيو. قال لي أنا غادي نقطع أنا عقوام غادي نقطع وهذا القنبلة غنعمر لك مخرموس نجيبو معايا شامير شامير أنا غنعقدو عمرو نجيبو وسرحو لي معاكم البهين. امشى اقطع كال تشبع من اللي جا سارح لي البهين. قال لي وجتينا قال لي ذاكرتها على راسي ذاكرتها ذاكرتها على راسي ذاكرتها خرموس على راسي ما نجيبش ليكم. ما جاب لهم والو قال لهم ذاكرتها على راسي. سموه زعكور سموه زعكور وي يا سيدي سيدي الله يرحمه الله يرحمه. كيفاش القالب ديال العرس بعد كتبغي تروني حتى في الدوار كلشي سيق لك الخبار على القاط والمسمار. كنمشي يا سيدي في ديك المناسبه ديال العرس كنمشي انا ولكن كتكون معروض ولا لا؟ كاين اللي كنكون معروض وكاين اللي واخا ما نكون معروض واخا ما تكونش معروض كتهز القاط عاد الريمه القاط وسلكك وتزيد صافي عندي داك القاط والسلك خاص بيا كنديرو بحال هكا كنمشي
ملي كتبدا تسناعات تبدا الفراشه كنجي انا في جنب عباد الله كناخذ شي بالليل زيد بالليل كتبدا الفراشه في الليل زيد كدي ملي كيبغيو ينوضوا دوك الشيخات كيكون داك المسمار اللي عندهم كيسخنوا عليه ديك البنادر ديالهم داك التعار كيطرفوا كيجروا انا عندي نبغي نسخن عليه دير راسك بحال تسخن بحال دارني السمر باغي نسخن زيد كيبدا بنادم كيتفرج يعود حاضي غير دوك الشيخات كلشي كيتبهل الشيخات كاين اللي كيشطح كاين اللي صفار كاين اللي غوت انا الهوايه ديالي انا الهوايه ديالي هو هادوك هما اللي عزازين عليا كل واحد كنهز ندير ديك الجمره سواء في الجيب ديالو سواء في القب ديالو خاصو ما يجيبش تصور خبر القب ديالو مقعور ولا الجيب ديالو مقعور جلابه لا جابه لابسه باغي كتعود ما تسوى حتى 200 ما بقات تسوى حتى ريال زيد هكا كنسالي من هذيك الحركه صافي كنقرن مع بعضياتهم كنقرن من ريوسهم ولا من الحوايج لا من الحوايج عمل الحوايج عمل الحوايج زيد الحوايج كنجيني من جنبو من هذا ومن هذا ما كيحس كنشد داك السلك كنخشي في هاد الحوايج وهادو وكنلوي بالقط ونقطع زيد صافي كان شحال قطع شي 3 جوج داكشي اللي صت قريب ليا كاع نطاشي واخا يكونوا تاع 20 10 15 كنقرنهم حتى مع الحصير اللي لتحت كنقرنهم حتى مع الحصير مع الفراش مع الزربيه العائله ديالي ولا صاحبي ما كان الحديث كنوقروا هذوك كنوقروا راك فيك الاحترام والاخرين كندير داك الشيء نضرب ديك المجمر برجلي كنطيح داك المجمر قول عندك تحرقوا يبغيو ينوضوا وما كاين لي واحد مقرون واحد يوقف وواحد باقي يردوا الارض يجيبوا معلق رجليه كاين اللي ينوض بالحصيره وانت مي كيتوضح ايوا ما جيت عارف كيتوضح كاع بنادم غادي يعود مي كيتوضح كاع هذاك المنظر بقات الفراجه اللي كتعود فراجه اخرى ما الفراجه كيحبس يعود يشوفوا في ذاك المنظر هذيك الفراجه ديال بصح ولا بدات تنوضها ولكن بلاتي حتى كرانتيم كيفاش تا كينوضوا اش كدير انت كان انتفق المجمر فيه العافيه دابا باش يتخلعوا وينوضوا يتجهروا كدفق حتى المجمر ايه دابا ديك المجمر كتكون في ديك العافيه كيسخنوا بها ديك بنادم كدير راسك بحال عندك الدفق هلا عثرتي فيه صافي يقول عندك بنادم غادي ينوض ديك الخلعه كيبدا ينوض بلا ما يشعر كاين اللي كينوض والاخر باقي بارك ينوض يجي معلق رجليه حداه كاين اللي ينوض بالحصيره ينوض بجوج ولا ثلاثه حدا يقلبهم وكاين بلان اخر ثاني اش كيديروا ثاني من غير المجمر كاين اللي كيطفيو الضو كاين اللي كيطفيو الضو اجي تروي عيط كيشيغرو لي بجباد ولا باش ما صاب غادي يدير لي محاوله يطفي الفوطه ولا يضربها الرسليه ولا يضربها الترسليه اسمو صافي كتنوض الحيحة كل ما كينفرد صافي ولا كاين ثاني ولا كاين حركه اخرى شنو هي هاكا كي الدور ثاني من برا كتصيب دوك الناس كاع اللي متكي لي راسو عاد على ديك الخزانه ولا على اسمو عاتن نضربو من اللور بحاكو انا قال راسو باش كضربو بعصا ولا باش ما ست انا ولا عبر رجلي واخا عبر القدم ديال الصباط نضربو حتى يغوت شكون يضربو ما شكون اللي كيخرجو كيصيبو حتى واحد ما كاين هاد البلان ديال العرس لمن كنتي ديريه كنت كنديرو لدوك الناس اللي كيبغيو بحاكو كيبانو قدام الشيخات يتفخمو في العرس يبانو زويطات ويبانو كاع زويزوات هادو هما اللي كنتي تطلعو هادو هما اللي كانوا عزازين عليا انا كندير لهم هاد القضيه كتبهدلهم صافي هما اللي عادي ما كنلحقوش كيفاش هذاك السير حال اللي عنده ولدو شويه مرخيم وبغى يجوجو عندو جوج الاولاد ما بغاش عندو واحد عندو جوج عندو دوك جوج دابا الدري الكبير هو اللي خاصو يجوج هو الاول هو اللي بان لي مرخي دابا ملي يجوجو عارفو معيان دابا ملي قرب ديك العرس قالت لي المراه ودي خاصك تكسيات الدري يجيب لي الكسوه ديال العرس جابوا جوجات ملي جاب دوك جوج الكساوي قالت لي جوج جلالب وجوج سلام لازم لا ماشي سلام غير حوايج بيضين دابا ما سلام عا كيجيبوه عا واحد وكيديروا للعريس زيد دابا كيما جابوا من مرته قالت لي علاش دي جوج كسوات هو يبدل بهم قال لها لا ما غاديش يبدل بهم انا اللي عارف علاش هذا الكسوه جاتهم قالت لي تقول لي علاش قال لي اشتي الدري الكبير اللي مشوكشوك ما ربما هذيك الليله ما عجبنيش لا ما عجبنيش على الليل سلت هذاك وندخل البوم الاخر وما 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 الحاشمش راسي مع الناس وفين هي الخطبه الخطبه بحال راه غادي يصدق الاخر قال لي مشوكش صافي رحال النهار الاول اللي غتشوف الحلقه ديال البوكس في سطات اول في سطات معنا على اول كيفاش قلتي لي اول مره غتشوف الحلقه ديال البوكس سي رحال هذيك اول مره هي داك الشيء ديال مول البوكس دابا عزيز عليا انا ديك البوكسور من الصخر ديالي وانا ما كنمارش البوكسور ولا كان عمرني دخلت في الحلقه ديال البوكس دايز كيتبان لي داك مول البوكسور هذيك اللقطه اللي انا غادي نشوفو الحقت سيدي بقيت واقف واحد شويه كنسيب واحد الولد دخل معاه واحد اخر مع داك الولد عاود مدرسه واخا هو باقي رطي
كيمارس داكشي ديال البوكسور لقيتو عجبني، وانا عزيز عليا بحال هكاك الانسان اللي كيكون فيه الشجاعه. غلب الاول، دخل مع واحد اخر كبر منه في السن تا هو قضى عليه، دخلت الثالث تا هو قضى عليه. هذاك مول البوكسور عاد يدور في الحلقه بغى يدخل شي واحد، حتى واحد ما بغى يدخل مع داك الاول. هذا مول البوكسور، مول البوكسور زيد واحد الواحد كان يقولوا الطنجاوي، كان معروف معروف الطنجاوي. اكو انا سيدي عاد يدور كيقول لي شكون كيدخل مع هذا، ملي ما تصابت واحد لقى ديك الحلقه غادي تفرع عليه. شكون اللي يقول لي شكون يدخل مع هذا؟ هو هذاك مول البوكسور بغى يدخل مع داك الولد. زيد ما ثلاثه شي واحد قد يدخل مع داك الولد، هو يقول لي وراه ندير لك واحد شويه بلا بان شي واحد. شدوا سيدي مع داك الولد، مع داك الثلاثه ديال الناس كاع عيا مسكين شويه، الدري الصغير اللي عيا، الدري الصغير عيا، هذاك طحنوا الطنجاوي، هذاك الطنجاوي عاف ما عكنوا يلعب مع مره مرتين يضربوا. داك الدري بقى فيا انا حنيت منه، وانا عمر البوكسور ما لعبته، ولكن مع ديك الحنانه ديالي على داك الدري معقت على راسي. تلحقت دخلت انا الحلقه ما قلت لهم السلام عليكم لا والو، لحقت شديت ديك اللي قام عند الدري حيت لي يصير من يدو، وانا ندخلها في يدي. وانا هذاك النهار كنت ماشي في الصباح في واحد الكار بكري، مدي واحد الجلابه ديال الصوف لابسه، باقي بجلابه تلعب بجلابيتي، لابس ديك الجلابه ملي حيت الدري ديك اللي ديالو حيت من يدو درتها في يدي. قلت يا زيد الطنجاوي، جا داك الطنجاوي ويقول لك اودي بلاتي بلاتي اسمح لي حيد الجلابه، عاد الجلابه بعدا عاد لعب البوكس. ملي قال لي حيد الجلابه عاد ديت انا في راسي، مديت في راسي لقيت راسي، لقيت راسي انا عمر البوكسور ما دخلتش ليه. عاد تفكرتي، عاد لقيت عاد ندم، المهم تياش دليل هاد الزهاقه، عاد ندم في راسي، ولكن ما بقى ينفع تاك الساعه شجعتي مع قدام، ما كاين داك قدام ماتي محمد تبهدلتي. عادي حيد سيدي، حيد هذيك الجلابه، حيد دوك اللي قاعد تحزمهم ليا. بنادم كان دير مع الرش، داروا لي الرش انا الزازر نضت لقى في راسي. واش انا عمري البوكسور ما درت اول مره غادي ندخل مع واحد بوكسور؟ انا اول مرتين غادي تلعب اي الزازر نضت لك في راسي، نضت لقى الزازر في راسي، غادي سقتي الخبر لا رش لا هذاك الولد مسكين. وقال لي كنحس فيه اللي دخلت حيت لي لقيته، وقال لي حان مني بزاف، بقى حدايا معايا واقف، بقى فيك زعما، بقى فيا زيد. اكو هذيك سيدي قال لك مول البوكسور يلاه بسم الله ندير لك واحد شويه، درتو سلام ليغا. ايه دار سلام ليغا، قرا لي يديك، قال لي شد يديك، قرنتو يديكم مع بعضياتكم، قرنا يدينا زيد. ابدا قال لي يلاه، حتى بديت ندور انا كنشوف غير الكوكين، جات انا عمر البوكسور ما درت ما هزت معاك اللقاط لا النار اللقاط والسلك ما هزت ياك النار زيد زيد. اكو واحد يدور بيا عاد يضربني، قلت انا هذا مخلوق، انا واش انا غادي نكون ضد بوكسور غادي نلعب معه غادي نضرب، ورا ما عمري غنضربه. اش درتي؟ غادي نحرك يدي، غادي يضربني لوجهي، غادي محن لقيتي على وجهك، عاد داير يدي على وجهي، وحده من الله مدار رقم على بنادم باش ما يشوفنيش يضحك عليا، وحده من الله حاضي وجهي يضربني داك البوكسور مره بعدا مدرق بعدا وجهك ولاقي على وجهك. اي زعما ما يعرفوكش عباد الله، سير تطحن اي سير تاكل ناكل العصر كيسير الزفل اي زير. وهذه ملي سار داك البوكسور كاكل عاد كيضرب كل مره يضرب يضرب الناس يصفقوا. اه عاد ديك اليدين ديالي موقفهم كيما يضربني بغا معايا يلحقوا لي وجهي ما يلحقوش، كان ززتي على وجهك. هو يسير لي عاد يضربني على الكرسي، مع ديك الكرسي عاد بغاني نحرك يدي، ملي يضربني الكرسي العافيه تبقى راكبه لي في الكرسي وانا يدي كامل والو والو. بقى هكا كاين جات كيقرح فيا كيقرح فيا، تلقيتو تسخف عاد نحس فيه عاد والناس يصفقوا له. اي الناس هنا تصفاق وتصفار الغو تشبكا، وانا عرفتي هو كيسلخ فيا كوكا كسليخ، وانا كنسمع غير في هذاك كوكا حقره حقره زيد. اكوالك اسيدي بغاني نحرك يدي ما حركت واحد اللحظه، ملي استوعدين قلت انا هذا مخلوق ولا واخا يبقى غادي. الناس كتغاوتو كيقول قالت حرك من ما جات اضربي شي، كيقول قالت ضربي برجلك، ولكن انا ما عاديش اللي غادي نقد نحرك يدي وما نضربوش ما نقدرش نحركها. قلتي لي ملي كان يضربك على وجهك اش كيدير؟ صار كيلتخ فيا التيخ، قلت لك في داكشي ديال الكرشي وديال ضلوعي غير باش حيدي ديال وجهي. اش يدير اش يدير؟ كيلتخ فيا يضرب كيلتخ فيك التيخ. اه التيخ صار هما كيما يدير بنادم كيضرب في الرش وهو هو يلتخ هو يلتخ هما يرشوا هو يلتخ. تعال تنفنف ديالو رافد عاد تسمع غادي ينفنف عرفتو عيا. واحد الساعة وانا نفكر واحد التفكير طاح لي في دماغي، قلت انا اجي هذا خينا واخا نحضي مع تاعي واخا نكون كل فرقة ما نضربوش، قلت مي عاد وحده غادي ندير يدي بالخف يد غاديه لي العينين ندرق لي عيني وين وين نشعطو وين طلعت لي مع لحيته من التحت مع هذيك الطيحه اللي طلعت لي مع يده من التحت. جا طيح مسكين على ظهره، قلت انا صافي هذا تقرب فوق الناس فوق الناس ناد الرش بداو يرشوا عليك ناد الرش قلت صافي كنا ولا في الرش ديال الصاح كيضربوا داكشي ديال الرش بالكف عليه بالكف اه زيد.
انا مسكين قلت صافي هذا انا غادي نوض غادي شحال معايا مره واحده ما بقاش غادي كاع يعرفني غادي يضربني زيد وملي ناض زيد الفوق جاء عنقني مسكين قال لي صافي المسامحه العفو لا بركه واش قلتي اش درت اش عطيتي سامحت انا وياه اكثر التاريخ كانت خارجه في هذيك الخمسه دراهم زرقاء ديك ديال الورقه ديال الورقه جبت التاريخ صينا قلت له ودي هذه تسامحت انا ويا ذاك السيد عطيتيه ديال كم 100 درهم لا يا تسامحت انا وياه وهذا يقول لي لا طلع هو هذا اسمك الله يشريف انا سماني بويا سيدي سعيد معاشي سيدي سعيد معاشي وانت من هنا من علي بن معاشو انا اصلي من سيدي سعيد بن معاشو ولد سيدي علي وينيش قربك هنا المعاشه ديال هنا هادو جدنا اصيلي بو سيدي سعيد وانا من دوار البراهمه ومن معاشو خلات ثلاث اولاد ابراهيم وقاسم وسليمان انا من طريق ابراهيم واش تكتنا هاد عليا انا لا حنا هادو هما المعاشات ملي كنكونوا فايطين وجينا لجدنا وفرحانين ومهلين فينا خوتنا كنكونوا كنتكلموا صوت عالي وليني هاد الميض دابا اللي فيه حنا شكون هذا الحطه ديال ولاد الشيخ دار الحاج حفيظ ولادو خدامين في فرنسا وبناتهم اللي سمعوا ركاب غادي يدخل ما بقاوش يعقلوا كاين اللي يجيب الفيزا كاين اللي قطع يجيب لها فيزا بصحني كلام واحد الحاج محمد دوز 40 نصراني تكلموا هو علي وسولي ها هو سولي هذا 40 نصراني عيالات ورجاله كلهم سلموا عليه في باريس قول لي الشريف نعم قبيله قلتي لي السيق الدور ديالكم هذا الشيخ ديال اللي كاين في سيدي سعيد بن معاشو هو الامام هو في بن معاشو هو في بن معاشو هو الرئيس هو الرئيس تال جمعه فوكو تال سيد العيدي راه كلمته ما طيح ولا غضب السيق الدور وتفقع خاصهم يذبحوا عجل وبوسوه ويعنقوه واحد الراس عدو لي نزنز بحال الجاجه ديال التلفازه عادي برد صحنيت كلام واحد قول لي يا شريف نعم شحال تعب بنادم كيجي يركب هنا هنا سيدي بحال هاد العام الا كان العيه شويه وكان القضيه ناقصه كتجي ما بين 360 340 320 ولا كانت مهوره وين مالي الطوبيلات كيجيو اكثر واللي يجي في الكار اكثر سمعتي بنادم ولا شويه معقاز ما تلاش يبقى بيدي الحمير كاين اللي حصل فاك الشوم ديال هذيك الخمس ايام اي راه كان يقرد سكيمو وصرطو بحال الفنيده ديال الراس ما قتلو السعد اين حالك الراجل اللي حط دير سكيمو في نواضرو بحال حازم حامض البارح بنت لي عصر بوحده واش هاد الركب عندكم في عصر بوحده هذيك شانطيو ديال الشانطي ديال الخيل بين الخيل في شيادما الا بغيتي هنايا كتجمع في هنا ملي يكون الخيمه ديال مولادورين 500 600 تعود ما كاينش فين غادي تجي الا بغات تحط هنا ما كاينش فين غادي تجي ممنوع دابا هاد الخيل جابوهم شانطيو فرحه بالمعاشات كيتبوردو هنا قدام المعاشات يمشيو المعاشات بحالهم من هاد الارض السعيده وبنت لقيت واحد الحاجه اخرى مغربه هنايا بانوا لي بعد كيجيبوا الطواجن العيالات يزغرتو هذاك الزغريت كلها زغرت على مونتها ما كيزغرتوش على كل شيء والزغريت فيه الرباعي وفيه الثلاثي وفيه الخماسي من الصوت ومن اللسان بالله يا سيدي ما تزربش عليا كاين قلتي لي الزغريت شنو كلها الزغرت على مونتها وين الزغريت قلتي لي فين النوامر 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 شويه عليا شنو ارى لي النمره الاولى النمره الاولى راي 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 زيد يا سيدي شنو اسمي وين سميتها اشنو هي الزغرت الثانيه واش سميتها هذه هذا اسمه الزغروت اتذكري الزغروت الزغروت ذكري بحال مرصيد داك ديال الكرام اللي كيطيح زيد وهادي هادي سميتها زغروتة هادي باقا طفلة يلا كتعلم هادي النتوة ديال الزغروت زغروتة كيفاش قلتي لي السكوت مالو السكوت حكمة السكوت حكمة ومنو تفرقوا الحكايم ومنو تفرقوا الحكايم كون ما قرقر ولد الحمامة ما يجيش كون ما قرقر ولد الحمامة ما يجيش الحنش هيم ما يجيش الحنش هيم قمو صارت وده شكون هادي اللي قال مدهس بودرقة تشكون هذا بودرقاسي واجع لك شي نهار تشوفه يكون بعيد منك 5 متر وتشوف الفرحه اللي غادا تدركك هاو نزيدك ليه انت شوف تالي عندك الكاميرا تصحاب راسك غير تصور فيه وراه يطلع لك في ظهرك يتشمش انا متهيب الاودي انت يا مضمون اللي كان خاصك دمروا لك مول الزيتون واللي زادك في الصحه والفنون جيتي هنا يا الركراكه ولد عاشو سيدي علم معاشو هذه راك تسمى رجاله فغال راك غادي دير الجاير ماق وفيها الخيل والبغال وغادي دوز عليك الحال وغادي دير بقر ودفع الحليب وانت يا هذا الرجل تاع المغرب كله حبيب الله لا دات عندك تصرف على شي طبيب
واليوم غتاكل واحد الطاجين بالزبيب. لا ما كاينش، حنا ما نديروش الزبيب هنا. هنا اش يديروا؟ كيديروا اللحم والزيتون مفرشخ. الزيتون مفرشخ؟ ايه، وكيتبعوه نعم سيدي الكوسكوس بالقرعه دوكاليه هي ملتات سيدي بالنور وجايه في هاد الفراجات كدور حتى تلحق هنايا وتنكت في السوق الحد ديال الدرا. حد ديال الدرا وتما فين تفرقع الطلب وقدره. وبداو يديو فيها الكيلو ويجيبوها. كنا داوين على الزغروت. الزغروت اسيدي فيه حتى الاخر ديالو، ولكن كاين اللي رفع من الزغروت ونمره اخرى. شنو هو؟ البارود. البارود المكحله البلديه. يعمر المكحله دير فيها 4 صوالع ولا 5 ملي هزوا القصعه ولا الطاجين، يعمر عماره ولا جوج وخرج مع المونه ودفع المونه للقور للركب. والمونه ما تفرقش هي المقدم ديال الاعلام. وبلاتي الله يرضي عليك لا تزربش عليا. دابا واش هو كيهزو واحد يهز القصعة ولا الاخر يهز مكحلته ويجيبها في القصعة ولا شنو؟ واحد ما يهز القصعة ما يقدش عليها، قصعة كبيرة فيها بزاف طعام وفيها بزاف خضرة وفيها بزاف لحم وفيها تقريبا 100 درهم عدل ما بين الفانيز وشوكولات وحلويات وبيض مسلوق وداكشي باش مديرنا طرقان من الفوق. 2000 ريال عطرقان. عطرقان فوق تلوين. والسميدة شحالس؟ السميدة تضرب على 14 كيلو 16 كيلو. ويلي ويلي هادشي كله تاكلو انتو؟ ايوا كيلو سمن ولا جوج فيها. كيلو سمن؟ ولا جوج، لا كان عدو عامين كيلو. حيل. كان عدو الله عام جوج. عشيرة ياكلوا اللي يحسوا مهود معاه السمن بحال سيري كريستي في البومبا. واش كيدير؟ كيشد كرط لحيته ويلحسها. داك السمن اش غنقول لك؟ اش غنقول؟ كيعود عرفت اش كيعود هذاك السمن؟ كيعود السمن. امره يتكنى بالدال. والدال خلق الله الواحد القهار. والدال خلق الله الواحد القهار. يخرج من الظلمه ويدخل النار. يدخل من الظلمه. يخرج من الظلمه. يخرج من الظلمه ويدخل النار. النار نعم. وسميته الدال. تكنى بالدال الحرف الاول. هو شكون هذا السيد؟ هذا ما تكون عاد الدواره ملي تحيدها من الحوله ودير قدبان فوق العافيه. الدوارة خرجت من الظلمة ودخلت للنار. هي الدوارة. هي الدوارة. زيد راه وحدة أخرى. خبرتك على أمر زول سمى باللام. أمرو يتكنى باللام. واللام مغروسة غريس النوالة. واللام مغروسة غريس النوالة. أول اعتارس وأخر حوالة. أول اعتارس وأخر حوالة. سميتها سيدي باللام. باللام نعمس. هي هي قول لي طيح لا يا شيخ نطيح بشق ما عرفت فين نسدس. قال لك نعم سيدي اللحية أول اعتارس كحلة وخرى حوالة بيضة من الصبيان كتعود بحال هاي دورة. حاو غاتك ستر زيد السيارة الأخرى تم تنفشه. شي انت فين غدا زيان ماكل بركة في رمضان أكيد راجل اللي نهار سبت تتفرج فيك صحاب راسه مغدي الشريف. قلت لي توكنا باش هذه اللي قلتي دوك ومشات اش غندير لك توكنا بالباء. كنا بالباء. توكنا بالباء. والباء تم الصح تم لي فادة. والباء تم الصح تم لي فادة. 8 صح و8 زيادة. 8 صح و8 زيادة. و8 زيادة. وهي سميتها الباء. الباء. هاد الخبيرة عندها تقريبا شي 120 عام. قديمة. قديمة خبيرة بحوكش. شكون هاد بحوكش؟ كان يدير الحلقة بسطات قبل ما تدخل فرنسا. عاود يبويا. وكانوا يدوروا به الناس ويبركوا سانت ولاد الخبير كانوا مبليين به الناس كاين التلفازه لا راديو والو. وسميت هذا الباس الباء. شنو هي الباء؟ والباء تم الصح تم الافاده. الباء هي البقره الصح والافاده هي تخدم عليها وتولد لك وتحلبها وتنخضها شو شحال من حاجه فيها. وثمانية صح هما الفراقش هادو 4 القدام و4 اللور. وثمانية زيادة هي الفوقانيين 4 القدام و4 اللور هادو ما الزيادة اللي كاينين الفوق شايفهم لا؟ لا ودي انا ما كنتسارع. وثمان الاساسة حية قاصيبهم اسارع بالدوار. غنقول لك حر الجبال شكون هو؟ حر الجبال شكون هو؟ وحر الرجال شكون هو؟ وشكون هو حر الرجال؟ وشكون هو حر الماء؟ وحر الماء شكون؟ وشكون حر النساء؟ وشكون حر النساء؟ يلا قولهم لي. أرى لي حر الجبال. هذا جبال عرفة. وحر الرجال. محمد عليه الصلاة والسلام. وحر النساء. مريم عذراء. حر الماء. زمزم وبرك تم وكون تفهم. العرلم الزم. زم 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 زم. حبيب حبيب.
الدوار. قلت لي هذاك المصير؟ هذاك المصير سيدي قال دارهم جوجوني. جوجوني تمال اللي مصير ما يجوجش. جوجوني انا بغيت وليدات وانا بغيت نجوجش. زين؟ وزادوا لهم الناس والعائلة وكل شيء قال لي جوجو. جوجوني اللي هرب للجواج هرب للطاح. خطبوا لي زاد شوف ولا ما بغاش تاخذوا طوح حتى عاد ما عليكمش. وعاد الدورة الأولى طاحوا في وحدة جابوها. داروا لي العرس فرحوا به. عرس مع راسه سبع ايام ثمان ايام ولا تشقى مع راسها ولا واحد النهار بركة تفطر هي وياه ويا السوق له قالت لي يا البصير اخوي يا الزين اللي فيا كون شتيه وما تخليش البرد يدوز عليا قال لك كون كنتي زينه ما يخليوكش مالي العينين تناخذك انا كون خاضوك مالي العينين قبل نشوفك. كيفاش قلتي لي المعاشي مالو واش وقع لي؟ هذا سيدي واحد المعاشي عندنا وقعوا ليه جوج قاضيات. القاضية الأولى جاو عندو شي ناس من المدينة بنت وباها نهضا فيهم هاد العدوة ما خلوهم تطبيب ما قداوش فيهم وجاو عند الشريف البنت جات كبور قارية مزيان وداكشي قالت لي واش هذاك الدلال اللي غادي يدفل عليا غدا نبره به قال لي أبوها سكتي هادو معاشات حكموا بالجهل وعرفنا هادشي المعاشي قال لي شوف غنهيب لك تصح وبنتك راه ما تصحش وغنهيب لها حيت ما فيهاش النية الا هايب البوها هايب لا هي بوها صح ويا قاسم خنزره دازت ايام در هذاك الشيء تقول يا بويا عاودني عنده قال لها صافي رضيتي قالت لي رضيت جاوب قاو داخلوا عليه وجابوا لي شي حاجه كبروا به شي كسوه قال لي الدرية ما تعرفش وما ديتش عليها واليوم رحنا مسلمين رجال البلاد قال لها دابا دير النيه قالت لي دير النيه قال لها صحي غوت على جدو بخليها قال لها يلا سيري بحالك دير الصينيه انا ثلاث ايام ما تشربي اتاي ما تاخذي الحلاوه ما تاخذيش حاجه ثلاث ايام مشات حالتها صح ولو بخير جهلت واحد العجله في الدوار فرق على الناس دار راسه الكرعيل دارو ناض واحد البياع قال له نقدم مقدم صباح الجدر من جا قال لهم لا تسال على الشريف اللي عندنا في الدوار راه يمسوزع واحد الدروبه وجهله اما الجدر من جا سبقوه جاوا الدوار جاوا على الشريف خرج عندهم قال لي وزتي شي بقره جاهله البارح قال لي ايه وقال لي انتم عارفين جرم منو وقعتوا العباد الله قال لي وما تعرفوا شي احنا المعاشات كنحكموا فيه ما يتململ في بلاصتو قال لي اش باقي عندك منها قال باقي قال لي الراس والجلد وباقي الكرعين قال لي انا ذاك الراس وطلع الجيب جاب الراس مكمد على الخنشه طلع الجيب هاكدو به السبيطار صاب واحد ميريكاني جات ما كيدير ستاج عطاه داك الراس قال لي هذا فيه السعر ولا ما فيهش شوف قلبي لينا قلب الراس دوزو في لاباراي داري دوك التحليلات كيديرو قال لي هذا مجهول وي في الجهل قال لي كيفاش الراس مجهول وقلت لنا ما فيه والو قال لي هذا الراس مجهول قال لي مجهول قال لي اروني لنا البارا ولي بخلي في نيوفو وبخلي في فمه وبخلي في المذبح قال لي سير دير كان مجهول يقطعوا راسي انا مشاو داو النصراني قال لي قلبوا قال لهم لا جيبوا لي اللقل فينو قال لي راه هو هذا قال لي لا هذا ما فيه حتى حاجه هذا قال لي راه كان هو راه هو كان موت هو راه هو قال لي هذا ما فيه والو وصافي ردوا للشريف الراس قال جدار ميا اللي بغيت له جو غدا وتغدا وبغيت نفور ليه بغيت نديرو مرقه قال لي ماك بالله بالسرعه بعد من هذا ما تكون انت اشغم واش خمان بغيت تكون انت اللي ما بيا تخلويش ما بيا تخلويش ما فيكش تخلوي انا نقول نقولها من قلت له عندنا مشيت للحمام دابا واحد خينا كيطير هو مسافر راه تبين داكشي ولكن كيطير وعندو شي بهيمات عزاز عليه وانا حد كندوز ديما كنشوفو سارحهم في واحد الحوليه دمانيه من داك الطرس راه لي دابا ملي دخلت الحمام ما صفي الريح ما بانت لي ديك البلاصه اللي حدا وانا نجي حداك اللي حدا وبديت نعاود ليه حتى ودي الانسان ما يقول لك لا فين نمشي ولا فين نجي ولا واش ناكل ولا واش نشرب شي بهيمات دابا من القصبه لهنا جا في واحد الكار طحنهم كي داير على الحوليه في مدمنيه بالشحمس دابا حد هو مول البهيم هو يضرب معلو وشو قال لي شنو تلاودي شي بهيمات تلاودي شي بهيمات معسم الكار دركو تقاد مع القب كب ولا رسول تخرج بلا غسيل بلا حكام بلا والو جا قابس انا تما غدت مع راسي جا قابس الخيمه قال ما راه فيش شيء قلت راه ما حليش وانا راه لا ولد كبر بلا خلاني بلا عمان نهار ثلاث صباح واقف ليا عند الباب علي طالب من داري يدير ربعه عبلت لي قال يلا نعلب بوك تاع الكبر بلا خليني بلا عمان نعلب بوك كيفاش قلتي لي يا شخمان هذاك السيد عاد عيد معاك
دابا حد دابا مسكين درت مع هاد القضيه دابا جاتو على بغته زاد تستعجب هو دابا بحال كيعيش في الواقع هو راه ما كاين منه والو عاد دابا في المجمع الفقراء ولا شي حاجه يقول لي فتح له واحد الراجل سيدي وخا دار معايا التخلويط راه ضحكت ما عندي زعيم الطاكسي ب 600 الخيمه الطاكسي ب 600 من سطات الخيمه باش يجيب خبار الشيء هو هالي عنده الحوايج ديالو خارج عنده الدوسان ديالو عنده الماتيريال الكامله البريق ديالو الماء ديالو شغله جال شي دريبه ولا شي حدا شي حيط فرش قعد شعل العافيه طيب سيدي تشيشه العشاء ديالو عمر اتاي جابوها لي خر يحداه ما عنده تما ما عنده حتى حاجه قال لي السلام عليكم ما دواش معاه قال لي كيدير البوهالي ما دواش معاه المهم داك البوهالي ما دوا معاه حتى كلو سالا وغسل الحويجات ديالو وتكا وتغطى بينعس اللي داك البوهالي الاخر مسكين دار رجوع قال لي وكاين السمره البوهالي اش قال لي داك اللي يدير عشاهم واكل وشارب قال لي عمرها بلابل وغطيها بالدرابل وخلي مول القدره يقابل كيفاش اشري ديالي الدحش واحد عدو دحش وعدو حماره حاشاكم باع الحماره شريت فينا المره من جاب لي الدفينه قالت لي وخاصني السروال هو يعقب يدي الدحش عقب شرا لي السروال تقدم معها ترقص فحال فحال العرس يو وما هزاش ما هزاش على الدحش تقولها وبين الدحش بين الدحش وبين الدحش واي الدحش هو السروال واي الدحش هو السروال وهزي الحمارة هزي الحمارة وبين الدحش ريحة الدوار قال له عاد ولدت لي الكلبة وهي تنفر ولادها عاد 12 جرو زيد هو يتوا مع بال في الجرو باش يرجع لي الكلب باش يعقوا عاد دمهم جا زيدي عدو مع الصباح قال لي سير جيب لي حصطال تاع اللبن جاب لي الصطال دخل عدو زيدي تيهز الجرو تيغطسو في اللبن تيغطسو تيحطو ليه تتمشي ليه الكلبة تتبقى تلعس فيه تغطس ب 12 مشات وسط ما عرفت فين تلعس دارو بها قال لي خلص شد عدو 12000 عاني شفوية تزيد بحالها مشات لي 12000 أرى البن خر و 12000 خرى تيمشي فيما مشات يبيع شي نعجة ولا شنو تيدي ولي الشفارة فين ما باع يدي ولي الشفارة وما دوك الشفارة يديروا داك الغوز ديالهم تيقولوا دورو طوط هي زعما واجه هذاك مول المعزة دورو طوط تيمشي مسكين تضرب يدير الشكارة ما تيسيبش واحد النهار ويقول الله على ستار الشفارة كيفاش تيديروا تسمعهم تيديروا ليه دورو طوط ويمشي عمر الشكارة عقارف الليل سد عليها الصباح جا السوق ميلها علي خشيد قال لي دورو طوط علي خشيد تتقرصو تيقول سير سير تسرط سير دور درك تسرط هي زعما تشرط السم هذاك العروبيه الشريف اللي هود المدينه شيقروا عليه الماطيشه كيفاش؟ ضربوه الماطيشه دار لي دوك قال لي اوليدي لا كان المخ وزريعتو عمر بوك ما تفرحيني خرج لك المخ الا كان المخ وزريعتو رانا عمرني ما نلحس الخمسه كامل غطي راسك لا يسخن يسخن هو بيت كيفاش هذيك العروبيه مالها؟ شارت الحمام إيه؟ وهي طويله يا وهي تزلق وهي تسند على مارك خمسه ومزين يا تزلق الحمام صح يا الحمام صح قالك تتخرجي من المدرسه تتركبي وتتزيدي على الحمار خرجتي حمار انت الوليد ما قاريش انا لا والو عمرك ما بركتي في شي كرسي ابدا والو خطاك الحجام الكرسي ديال الحجه الحجام داك الوقت الحجام ولا في المحكمه صافي ديما تنحضر كتضل في الشارع ها هذا مالو قلتي لي وجهه قاعده ما شتي فمو كلاته يتعرض للحجار كي الكلب فمو مالو تيتعرض للحجار كي الكلب شو سنانو كي عاد قلتي لي هذا الا بديتي تخطب بيه يضربوا الفم نيشان الناس تيرجموا الشيطان وقال له سمنا الحنك لك سند قال لي دعا معايا هذا قال الشيطان دعا معايا الحين قال لي سير اوليدي كمي ونفع وتسير الاخرى مسفع
شكتي كتاكل تا ما بلا قياس ما نقدرش نقدر لك بزاف. قال لي قبيله البوعزاوي قال لي هذاك احط القسعه وفوتها ما نقدرش نقدر لك. نقدر انا ناكل البهيمه صاينه تخاطروا معايا الناس على البهيمه ناكلها صاينه ما نقدرش اي ما نقدر لكش انا ونكون الناس اللي معايا ويقولوا لك عاد غيتفهم ذاك المعنى البهيمه صاينه ناكلها كامله ما نخلي منها والو. اللبن شحال البن ما تسوقش السايكوك عادي انا ما تسهل منه ما كاين بصح نيت كنبقى نهز السايكوك نهز السايكوك نهز السايكوك كيجي مول الفدان حتى كيعيا بصح نيت ويقول لي تغدا ما ترجعش حصاد غدا بلا ما تجي مع الحصاد صافي اللي كاين حنا عطينا لك اليوم خلي يجري لي بالجوع صافي صافي الله يحول كتحصاد على نهار وتهرب صافي انا هربوا الناس انا فرقت على موالي المحل على كرسي كيفاش موالي المحل على دارنا على قبل كرشك على كناكل معاهم وداير مونا بوحدي داير نوالا كنمول فيها كنت 36 بيضة في النار 36 بيضة بيضة في النار خلي الخبز خلي وشحال من كحلة ها شحال من كحلة ضربت الكحلة بحدة انا الاسم تاع البيضة 36 36 بيضة بالديار ومية بالديار ما كاينش الرومي عندنا الساعة ما يدورش كاين على البلدي كاين على البلدي مسلوق ولا مسلوق وفي الطبسيل مع الزيت كل شيء كل شيء ما كاين طحن صافي ليترو ديال زيت البلدي عندي بحال رحمة الله ليترو ليترو تكبوا في جوفك وتشربوا ليترو ديال العسل شربوا انا ليترو ديال العسل ليترو ديال العسل ايه اللي كيقولك عسل مشهد وماشي انصوت عليك هايت ليترو تاع العسل باقي ناكلو اليوم انا كله تكبوا اليوم دابا كبوا نشربوا قدامك وناكل ونزيد خلاص زيتيه لا زيت لا ما بقيت لا ما بقاش القوه ما بقاش لانه كنت بحالك بقاش القوه كنت كنهز الحمار بيكو هزيت ثور ربي راه شاهد عليا زيد هزيت ثور من الغابه يجي المحل عرض والعام فحال كنقولوا هنا ايه جات الشتاء تغلبوا مي المحل وهربوا عليه وخلوه رجعت وانا بوحدي زيتو على ظهري وجيتو عاد دخلتو عليهم بوحدي وشتا كتصب خيط من السما شي كان عودك انا كثير كنت كندور في الدوار ونشد كلب وقرعو ايه كلب قايل بيه شدهم قرعو ولوط بيه لوط بيه تايشوا الهواء ونطلقوا ايه نطيح الكلاب عا كيزفروا مني لحتى نشدهم قرعو شي خايف ينبح عليا لا خايف على راسه هو قلتي ديال الكلاب دابا كيبداو ينفحوا ينبحون مذعور هذا الكلب شدهم قرعو عا يشوفني صافي تعرفني لا شديد من القرعه لوط بيه لوط بيه عوقت عليا ونطلقوا ايه نطيح كاين اللي كيموت من الكلب تما الكلب كيموت منك عاد عارف لا شديد من القرعه لوط بيه الكلاب معروفين بك العرفه والله الا كان كلب وشنو اخر كلب قلتي لي وبهيمه ثور جبته من الغابه في حال ولد العام هزيته على ظهري وجبته شحال كلمه التداربي وما مش بزاف كل ما يتقل من كل ما قلنا طالب الحمار كيفاش هذيك ديال السلوغي مالو السلوغي لا نبح والطالب شطح ما بقات في الدنيا ربح واش بغيت نقول انا دابا اذا رايت قوما يعبدون الحمار فعليك بالحشيش جيت جبرتكم الضرب وخصني نضرب معكم جبرتكم تقراو غادي نقراو جبرتي جيت شتي الشقفه غادي نعطيك الجمر شتي الحله بدي الحليب التفسير اللي كيقول قول لك طالب الحمار قال لك اسيدي من جا ورجوات جات جودهم ومن حدا صابور جاب نقاه ومن حدا قدر طلب حمومها أما حسن اللي جال بزاف اللي جال بزاف ولا اللي عاش بزاف ولا اللي عاش بزاف اللي جال بزاف اللي جال بزاف حسن من اللي عاش بزاف علاش زعما وين هي الخيبة قلت شي ولا قلت تمارة قلت شي قال لك ترشي يا صاحبي قلت تمارة علاش قال واحد المثال اللي قال الطاجين تاع العصب يطيب يسول عليه القزارة واللي ما تجيبوا المحبة ما تجيبوا الحزارة والراجل ما تأثرش عليه قلت شي كتأثر عليه قلت تمارة إلا كنتي تمر وخا ما عندكش نعطوك هاك ويني لما كنتي ما ايدين قلت شي ما تاثرش عليك والراجل ما تاثرش عليه قلت شي كتاثر عليه قلت التماره كتقد تاثر عليه قلت التماره آه. ولي بغيتي تعرقها طلع لطنجه تعرقها بيسار يا امي يا الوليد يا امي وانا ريك رموس النصاره قالوا غداره هوا جابوا طبيب جابوا طبق جابوا طبيب جابوا طبق جابوا طبيب جابوا طبق جابوا طبيب جابوا طبق نقبوا فيه كيل غربة نقبوا فيه كيل غربة كل طار ليه بحبها يا امي يا ولدي يا فكو صالحة يا امي يا ولدي يا ولدي ولدي يا امي كل غير 8 قلت لك كل غير 8 قلت لك كل غير 8 قلت لك كل غير 8 وانت شحال 800 لا يا امي يا رولي يا امي يا رولي يا امي يا رولي
هذا بعدا كرموس النصارى الكريم الخلاب. قلت لك كل غير كرموسة، قلت لك كل غير كرموسة، قلت لك كل غير كرموسة، قلت لك كل غير كرموسة. وانت شحال كرموسة انا ويا ميلا يا ديال ارى لي القصيده الاخرى، القصيده الاخرى ديال القراقه ياك. القصيده الاخرى ديال اش؟ ديال احمد والعفريتو والعفريتو احمد والعفريتو. ارى لي بدا تقرا او 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 ماذا ماذا هذا 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 ماذا انك انك عفريتو انت عفريتو وقول قريب العفريت انا احمد والعفريتو والعفريتو تركتي عفريتو القرايه زعما مجد بارك لا وخارج هذه مارشي ملي كانت القرايه القديمه القرايه القديمه راهي اللي كانت تصحيح دابا والو ما بقاش داكشي لا ما بقاش دابا ولا النشيد ما والو صحيح جيت تقول بابا بابا بو بوبي بوبي بابو بابو باق باق بو بو بي بي بو با با بو 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 بي 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 تو 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 تي تو تي توتا توتو 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 تاق تاق تو تي تي تون تن تن تاق تو تي تي هاي الفوتت فوتر الورقة الأخرى كتاب 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 زيد على لي الكويس شنو الكويس واش يقولوا لي كون شنيا كوبون واتي مالي فرنساوي راه بحر كو بو بون بون وهاد الفريخ سميته هذا فريخ هذاك ولد الدجاجه سميته سميتو كد كوتو سميتو كد كوتو كد كوتون كد كوتون كاكا ايش يقولوا لي فلوس هذا فلوس 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 بالعربيه هو هو كد كوتو كد كوتون والكاس الكاس كوبو والكتاب كتابو يلا فوتك وين المرأة المسكينة هذه ماما سميتها ماما 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 هي المرأة مسكينة هي المرأة مسكينة سميتها ماما 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 وهذا اللي هذا التمر هذاك سيدي التمرو وهذا الموكا هذيك بومو 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 هي موكا هي موكا زيد صاحبي فوتك وهذا الشيء الحروب لا بلاش هالبرميل هذاك بيرميلون وهذا الفريخ اللي هذاك بول بولو شنيا بول بولو بول بولو آه. وهذا اللي هز ليغا هذاك مول مولكيمو سميتو مولكيمو 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 اللي يسلطوا على شي مسكين عندو مولكيمو 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 سميتو مولكيمو ماشي مول بولو لا مولكيمو قال هذاك راه بقى تضربك والله داني بك لاشاط مولكيمو هاكا نقول لك لأن عنده الضلعات هذاك مولكيمو ضحك معايا وتشوف لما حيد لك النيف خربيق هذا والله مولكيمو لا دخلتي لي انت النيف عندك يتقعر مولكيمو ايها لا تيق في مولكيمو قلت لي هذاك مولكيمو ما تقربش لي والله لا حيد لك النيف الله يرحم الوالد وانا فازرين بيا دخلتوا على النار وعلى القاعه فين؟ هنا في السوق الحلاقي في الحلاقي دخلتي عند مولكيمو قلت اخويا هنا ولا عدو اللي قالت اللي عدو اللي قالت اش كيقولوا لي هو بالعربيه مولكيمو الا دخلتي عدو لا دخلتي عدو قول السنان ولا النيف راه مقعور كنقول لك لان عدو ضربك كيحضر لك من تحت كيطلع كيطلع من تحت يحيد لك النيف ولا السنان ولا توزارك قلت لي السخاوه فايت فاز رفك وي دخلت انايا دخلتي حتى الحلقه دخلت انا قلت صحيح قلت صحيح انا صافي غادي نحيد الموت انا النيف ساعه تحضر لي من تطلع عليا مع النيف خلى الدميه دايزه صافي وانا نوصل اللي قلت لي الله يعاون النيف شكون اللي غادي يردوا لي صيبه مولكيمو والناس سايرين يضحكوا صحيح والضحك والنيف الجمهور كره الجمهور غسلوا لي الدم
واش ويا مرضى يترجع تبهدلت لا ماشي يرجع ما زيديش الحجار ورجعت امه بالحجر برش حجر الله يرحم الوالدين امك انا يا جاي نيفي لاقي انا نيفي انا يا جاي امك باغي نشوف معاك ولا نيت نصابك تضحك معايا كيفاش دخلك عند مول الكيم قلت انا صح منه ساعه هو صعب هو مدرب صاب مول الكيم مدرب هو مدرب قلنا سيدي مول الكيم مول الكيم راه اللي يقول لي هذا الحيوان شنو هذاك النمر هذا الحيوان سميتو سميتو ناميرو ناميرو ولا البنيات صغار اسمو هذاك بناتو وهذا هذا سميتو هذا شد هذا شنو هذا سراق زيت هذا سراق زيت سميتو كيقولوا لي سراق 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 صافي غتقول سراق الزيت لا سراق سراق سيرو سراق سيرو سراق سيرو راه اللي هذا الصويبين اش يقولوا هذيك سيدي مابون وتا سميتك مابون وما هوش مابون صابون ريحة الدوار ريحة الدوار ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عظامي ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عظامي ياك تساريت قاع الدنيا ما بحالها ريح ياك تساريت قاع الدنيا وما بحالها ريح فيه بويا فيه جدي خوالي وعمامي فيه بويا فيه جدي فيه خوالي وعمامي هذا تاريخ ما فيه كذوب تاريخ صحيح هذا تاريخ ما فيه كذوب تاريخ صحيح مالين الخيل اصحاب الصربة اصحاب البارود خيمة كبيرة مازال معروفة بالجود ياك اللي جاي ياكل اللي جاي يشرب مرحبا بيه هذا تقليد من جد لجد ما سمحنا فيه